ومليئة بالدراما الكروية والشغف. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. And this is now today's lineup. Number 25, David Ospina. Number 21, Alvaro Gonzalez. Cristiano Ronaldo. والآن مع انطلاقة المباراة تاليسكا استلام جميل الكرة يلعب كرة عرضية داخل 18 يا سلام على المرور الجميل على المهارة العالية وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة انطلاقة من جهة اليمين تغيير اتجاه اللاعب على اليمين لويس غوستافو يلعب كرة بينية يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن رونالدو كريستيانو رونالدو الحارس اللي تعرض لاختبار حقيقي بعد هذه الكرة لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة أدركوا صعوبة القيام بذلك مارتينيز يبحث عن المهاجم كريستيانو رونالدو عدت الكرة الكرة ملعوبة إلى الأمام كرة طويلة إلى الأمام كرة خطيرة إلى الأمام لويس غوستافو خيبري مارتينيز يسعى اللعبها مباشرة إلى الأمام من سيستلم هذه التمريرة الطولية مارتينيز أبو بكر أعتقد أنها بالفعل مخالفة يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته نعم حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر ستكون بطاقة ربما حاضرة
لويس كوستافو، لمسة بينية، لويس كوستافو، مارتينيز، كرة من جهة اليمين، رمية جانبية، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يحاول تمريرها من بين المدافعين. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يلعبوها للأمام. أبو بكر، مارتينيز، كرة طولية في المساحة الخالية. يلعب رمية التماس. تحكم رائع في الكرة. وهذه رمية جانبية. خيبري، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. أبو بكر، لمسة على اليسار. الخيبري يتدخل ويقطع الكرة. بنزا، كرة طويلة للأمام. أفقد الخصم التركيز، التوازن. يتلقى الكرة كريستيانو رونالدو. مارتينيز يرسل كرة إلى الأمام. تلعب الكرة إلى الأمام. خيبري، لويس كوستافو، رونالدو، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يحتسب الحكم ركلة حرة. تاليسكا، يا إلهي، روعة روعة روعة، أجمل هدف نشاهد اليوم. لعبة جميلة جدا، مهارة عالية، تنفيذ أجمل، نهاية غير عادية. سجل هدفا يمكن اعتباره هدف كلاسيكي. نمبر 94، النصر السعودي يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. تغيير لاعب على الأجناب. كرة لم تبعد بشكل مطلوب، لا زالت خطيرة. بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم. يعيدها إلى الحارس، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. لويس كوستافو،
أبو بكر، كريستيانو، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، تصدي رائع جدا من الحارس كريستيانو رونالدو. نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. كريستيانو رونالدو يلعبها قصيرة، بإمكانه إبعاد الكرة. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة. مارتينيز، لكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0، ويعود بالكرة إلى الوراء. الآن فرصتهم للمرتدة، يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعب كرة أرضية داخل 18. خيبري يبعد الكرة، يقطع الكرة، موجود يبعد الكرة، كرة طولية إلى الأمام، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. يمر ويلعب كرة بينية، تمريرة جميلة، مرت الكرة بشكل أبو بكر. والآن فرصة للتحول الهجوم، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يشتت الكرة، يلعبها طولية، ينجح في إبعاد الكرة. الكرة ملعوبة من مسافة، رونالدو، تاليسكا، كريستيانو رونالدو، تاليسكا، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ مارتينيز، تلعب الكرة إلى الأمام، كرة طويلة للأمام، اعتراض في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. مارتينيز، لويس جوستافو، لويس جوستافو يلعب كرة للجانب الأيمن، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يحاول تمريرها من بين المدافعين، تحرك جميل، الدفاع إلى الأمام، محاولة خطيرة، كرة طويلة للأمام. مارتينيز، هجمة مرتدة الآن، فريق تقريبا بدون تركيز في مباراة اليوم، كثير من التمريرات الخاطئة. تصرف بشكل جيد، نجح في ابعاد الكره تحت الضغط، الحكم يشير الى وجود خطا، ضربه حره، يبعد الكرة عن المرمى. محاولة تمرير كرة، يلعب كرة داخل الصندوق، يبعد الكرة بعيدا عن المرمى، كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد،
الله، كرة جميلة استلمها اللاعب. تسديدة. يبعد الكرة إلى بر الأمان، فاتت ومرت وصلت إليه. أبو بكر يحاول اختراق الدفاع بمهارة العالية بإمكانيات الهائلة، يلعب الكرة إلى الأمام، تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. مارتينيز يلعبها إلى الأمام، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. خلص الكرة، إمكانية مرتدة الآن. أبو بكر خيبري، أبو بكر تدخل، وحكم الدفاع يشير إلى وجود ركلة حرة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، لمسة بينية. الآن إمكانية المرتدة، يلعب كرة بينية والتسديد. وعرضية، يمسك الحارس بالكرة. توليسكا مارتينيز، خيبري يلعبها على طرف الملعب. الكرة للأمام، يستعيد الكرة مرة أخرى. توليسكا على تنفيذ الخطأ، يحاول أن يلعب كرة بينية، الكرة تصل إليه. أبو بكر تلعب الكرة إلى الأمام، فرصة هجوم معاكس. يتعثر ويفقد توازنه. كرة إلى الأمام، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعب رمية التماس. مارتينيز تمريرة بينية، تشتيت الكرة. تاليسكا مهارة كبيرة في الاستلام، يحاول لعب الكرة العرضية إلى كريستيانو رونالدو. تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة.
There will be 1 minute added time. يلعب كرة على اليسار. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. قد تكون هذه فرصتهم. يلعبها لمنطقة الخطر. يلعبها طويلة. معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. احتكاك بدني. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. النصر السعودي حصل على العديد من الفرص في شوط المباراة الأول. كان من الممكن أن يضاعف النتيجة، أن يسجل أكثر من هدف، أن يلعب بطريقة أو بفارق مريح من الأهداف، لكن في الأخير لم ينجح في استغلال تلك الفرص. تبقى على 1-0. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة طولية إلى الأمام. أبو بكر، فرصة خطيرة. تاليسكا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. والآن فرصة للتحول للهجوم. خيبري، مارتينيز يلعب كرة طويلة. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. كرة طولية إلى الأمام. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. لويس غوستافو، ألفارو غونزاليس. كرة طولية إلى الأمام. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ كرة طويلة للأمام. ألفارو غونزاليس، خيبري، مارتينيز يلعب كرة طولية إلى الأمام. ركنية. يلعبون ركنية قصيرة. كرة عرضية. حارس ينجح في إبعادها بقبضة اليد. النصر السعودي يحصل على الكرة مرة أخرى. خيبري، مارتينيز. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. الخيبري وصلت إليه. كرة للمنطقة الأمامية. الآن فرصتهم للمرتدة. الدفاع ممتاز في مباراة اليوم. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز. إلى خسر المواجهة أمام خصمه. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. ينجح في المرور. كرة عرضية. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة.
وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تشتيت الكرة، الكرة ملعوبة من مسافة. كريستيانو رونالدو، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. الحكم يخرج البطاقة الصفراء بدون تردد. ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. خيبري، لويس غوستافو، خيبري، لويس غوستافو يلعبها على طرف الملعب. خيبري، مارتينيز، مارتينيز يلعبها على اليمين. خيبري يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة، يحتسب الحكم ركلة حرة. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. يا لها من كرة، ويا لها من خطورة، ويا له من سوحة، فالكرة تعود من القائم. يبحث عن المهاجم، يلعبها طولية. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. لويس غوستافو يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، والعرضية، كرة تمر بسلام على المدافعين. تلعب الكرة إلى الأمام، الآن إمكانية المرتدة، تمريرة قوية أكثر من اللازم. كرة طولية من الحارس، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. الخيبري يحاول أن يلعب، مارتينيز، لعبة جميلة في هذه المنطقة بالذات. الفارو غونزاليس، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ لويس غوستافو، مارتينيز، الفارو غونزاليس، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. مارتينيز، والآن الكرة ملعوبة للأمام. أبو بكر، رونالدو، كريستيانو رونالدو،
سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. أبو بكر تاليسكا، كرة إلى الأمام، بنزا يرسل مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا له من ردة فعل جميلة جدا، ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. تلعب الكرة إلى الأمام، أبو بكر خيبري، خيبري، مارتينيز، أبو بكر. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. Substitution in progress. إبعاد ناجح للكرة. خيبري. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، يفقدون الكرة بسهولة، لا تعرف وين المشكلة بالضبط. فريق غير حاضر ذهنيا هذا اليوم. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ، انذار مستحق في رأيي. يبعدونها، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. ألفارو غونزاليس، لويس غوستافو، كرة طولية إلى الأمام، تاليسكا يحاول تمريرها من بين المدافعين. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، تاليسكا لم يتعامل معها بشكل جيد. كرة طولية مباشرة للأمام، ألفارو غونزاليس، كرة طويلة للأمام، كريستيانو رونالدو، تغيير لاعب على الأجنب، يمر ويلعب كرة بينية، ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. أبو بكر، كرة طولية إلى الأمام، أبو بكر، توليسكا، خيبري،
خيبري يلعبها على طرف الملعب، عرضية ويلعبها للجانب الآخر من الملعب، تدخل جميل واعتراض أجمل، مرت الكرة من سيستلم هذه التمريرة الطولية، تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط، يحصل على المساحة، هذه ضربة رأسية والكرة في الشباك، جول. أجمل كرة عرضية واستحقت نهاية جميلة. والآن عملية التغيير، substitution on the field number 10. يواصلون المباراة بعد أن تعادل الفريقان. الكرة ملعوبة من مسافة، تغيير اتجاه اللاعب علي كريستيانو رونالدو، كان في أفضل مكان لتسجيل هذه الكرة، كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. الكرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد، يلعب كرة بينية، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، يبحث عن زميله، رمية جانبية، إذن وتخرج الكرة إلى رمية جانبية، يلعب كرة طولية، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله، كرة طولية إلى الأمام، يسيطر على الكرة، ربما بهذه الوضعية تقريبا يمكن القول أنهم استسلموا واقتنعوا بأن هذا ليس يومهم. أبو بكر، الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، إمكاني لعبة جميلة، تسديدة أجمل، خيبري لمسة بينية، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة، النصر السعودي يجب عليه استغلال، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم،
كرة طولية من الحارس، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. قد تكون تلك العرضية هي آخر فرصة يلعبها إلى منطقة الجزاء. نجحوا في تخليص كل الكرات. تاليسكا هجمة مرتدة الآن، يلعبها طويلة. مرت الكرة بشكل جميل. لويس جوستافو. النصر السعودي يحتاج إلى الكرة في منطقة الجزاء وبسرعة. كريستيان جول! روعة روعة روعة! يلعب كرة! خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. هل سيكون هذا هو هدف الحسم؟ يلعبها لمنطقة الخطر. طويلة. يلعب كرة طولية. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يطلق الحكم طائرة ثانية لإنهاء المباراة. يا لها من مواجهة صعبة ورائعة، لأن الفريقين لم يرضيا بالتعادل في أي لحظة من لحظات المباراة. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات، الكرة، المتعة، الأداء الرائع. هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. شكرا جزيلا لكم على متابعتنا، انتهت تغطيتنا وإلى اللقاء في مواعيد قادمة. الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير. يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. And this is now today's lineup. Number 25, David Ospin. Number 21, Alvaro Gonzalez. Cristiano Ronaldo. والآن مع انطلاقة المباراة، خيبري، مارتينيز،
رونالدو. يستلم الكرة من الخلف دوليسكا، نجحوا في تخليص كل الكرات. تاليسكا يلعبها طويلة على الطرف. بنزا، الآن فرصتهم للمرتدة. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. الفارو غونزاليس، خيبري، مارتينيز يحاول أن يلعب كرة بينية. تاليسكا، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. كريستيانو رونالدو يلعب كرة قصيرة، لديه فرصة عرضية من الجانب، موجود إبعاد الكرة. لويس جوستافو يستقبلها في وضعية جيدة. توليسكا، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. كبيرة في الاستلام. أبو بكر، تحكم رائع في الكرة، يلعب كرة على اليسار، تمريرة جميلة. مارتينيز، لويس جوستافو، لويس جوستافو، مارتينيز، يبحث عن المهاجم، إمكانية مرتدة الآن. مارتينيز يلعبها إلى الأمام، أي دفاع عن هذا، أي قوة، أي صلابة، أي جدار عن هذا. لويس جوستافو، الكرة ملعوبة من مسافة، كرة من جهة اليمين، يمر ويلعب كريستيانو رونالدو. بداية كانت جميلة لكن النهاية كانت صعبة جدا وحزينة. بنزا، هجمة مرتدة الآن. لويس جوستافو، كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو يلعب كرة للجانب الأيمن. تاليسكا، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة. أدركوا صعوبة القيام بذلك. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. مارتينيز، كرة طويلة للأمام. لويس جوستافو يلعبها على اليمين، يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. يلعب كرة طولية،
اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. تاليسكا يستلم الكرة من الخلف، توليسكا يلعبها لمنطقة الخطر. ألفارو غونزاليس يلعب كرة بينية. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدموا لها الآن. خيبري، لويس غوستافو، تاليسكا، ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك. يتواصل اللاعب برمية التماس. قطع رمية، الرمية الجانبية، اعتراض كان ناجح. ينجح في ابعاد الكرة. خيبري لمسة على اليسار. يلعب كرة على اليسار. عبد الله الخيبري يلعبها إلى منطقة الجزاء. توليسكا لويس غوستافو ألفارو غونزاليس خيبري تلعب الكرة إلى الأمام. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. عدت الكرة. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. خيبري ألفارو غونزاليس لويس غوستافو كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. كريستيانو رونالدو. خيبري ضغط قوي وينجح في استعادتها. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. بنزا مارتينيز وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة إلى الأمام. يلعب كرة طويلة. أبو بكر الله على هذا التألق لحارس رائع. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. ركنية قصيرة. استلام جميل الكرة. محاولة تمرير كرة. خيبري كرة طولية إلى الأمام. وهذه رمية جانبية. خيبري يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الكرة ملعوبة إلى الأمام. لمسة إلى الهجوم. تسديدة من أول لمسة.
لم ينجح في تحويلها داخل مرمى. تاليسكا لويس غوستافو يلعبها على طرف الملعب. خيبري مارتينيز يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، بإمكانه إبعاد الكرة. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، كريستيانو رونالدو. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ لمسة بينية، يشتت الكرة، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. الكرة ملعوبة من مسافة. فرصة للتسديد، كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تاليسكا، رونالدو، الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء. الكرة ملعوبة عرضية، كرة تمر بسلام على المدافعين. كرات كثيرة تقطع في وسط الملعب، بالتأكيد هذا يؤكد على التنظيم العالي جدا في هذه المباراة. الله، الكرة جميلة. كريستيانو رونالدو كرة طولية مباشرة للأمام. أبو بكر يلعبها لمنطقة الخطر، والآن فرصة للتحول الهجوم. بنزا يلعبها إلى الحارس. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. مرت الكرة بشكل جميل. يغير اتجاه اللاعب على الجناح، يحاول تمريرها من بين المدافعين، وتلعب عرضية أخرى. مرة تسديدة، تسديدة جميلة لكنها تذهب إلى الحارس مباشرة. يلعب رمية التماس، لمسة بينية، خيبري، تدخل جميل واعتراض أجمل. يبحث عن المهاجم،
قطع مسافة كبيرة بالكرة، يلعب العرضية، تشتيت الكرة، كرة طولية إلى الأمام، ألفارو غونزاليس، خيبري، تاليسكا، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. كريستيانو رونالدو. تلعب الكرة إلى الأمام، خيبري، مارتينيز بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، تمريرة طولية إلى الأمام، كرة طويلة للأمام، واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. تغيير اتجاه اللعب على اليمين. استلام جميل الكرة. مارتينيز، تمريرة بينية، مهارة كبيرة في الاستلام، الآن إمكانية المرتدة، مارتينيز، كرة طولية إلى الأمام، تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط، يلعب كرة بينية طويلة، خيبري، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يرسل كرة إلى الأمام، مارتينيز، يلعبها طولية، النصر السعودي يحصل على الكرة مرة أخرى، تمريرة قوية أكثر من اللازم، ينجح في المرور، كرة عرضية، يسدد الكرة، إبعاد ناجح للكرة، وها هي نهاية الشوط الأول. A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown in this map. Thank you for your cooperation. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. النصر السعودي على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض، لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية،
لا شك أن الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة. يلعب الكرة إلى الأمام، كرة كانت في منتهى خطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. مارتينيز يلعبها على اليمين، والآن الكرة ملعوبة للأمام. خيبري تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. كرة طويلة إلى الأمام، مارتينيز يحاول أن يلعب كرة بينية، يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. خيبري كرة طولية إلى الأمام، يا إلهي هدف النيران الصديقة. سجلوا الهدف رغم أن الحظ نعم كان معهم كثيرا في هذا. ها هو ينطلق، تحكم رائع في الكرة. قد تكون يلعب، أوه القائم مرة أخرى يحرم اللاعب من التسجيل. كريستيانو رونالدو، أبو بكر، رونالدو، تاليسكا، الكرة المعتادة، الدفاع القوي جدا، كريستيانو رونالدو يمر يلعب كرة بين كريستيانو، روعة روعة الكرة في المرمى. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. يلعب كرة طولية إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. ألفارو غونزاليس يتدخل، يبعد الكرة، خيبري تلعب الكرة إلى الأمام، مارتينيز، خيبري يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعب كرة بينية والعرضية، يحتسب الحكم ركلة حرة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر
ستكون بطاقة ربما حاضرة. خلص الكرة عن مناطق الخطر، وعرضية ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. يلعب عرضية داخل الثمنتاش، النصر السعودي يعيش اوقات رائعة وهدفين بشكل متتالي. 2-0 تقدم مريح. اليوم الاداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. يلعبها طويلة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. تعود الكرة إليهم مرة أخرى. خيبري كرة طويلة للأمام، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يلعب كرة طويلة، كرة عرضية، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. هنا كرة عرضية، خيبري، ألفارو غونزاليس، مارتينيز. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يرسل تيباس إلى الجناح. كرة طولية إلى الأمام. تاليسكا، كرة إلى الأمام، مارتينيز، أبو بكر. يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. كرة من جهة اليمين، أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرة. نعم، بطاقة صفراء، كان يعرف أنه يستحقها بصراحة بعد هذا التدخل العنيف. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. ألفارو غونزاليس، الكرة ملعوبة من مسافة. تاليسكا، كرة
كرة طولية إلى الأمام، خيبري يتسبب في احتساب المخالفة، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا، عرضية داخل المنطقة، كرة رأسية خطيرة، لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. يلعب كرة طولية، يبعد الكرة عن المرمى، أبو بكر، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية، يا سلام تمريرة جميلة بذكاء، العرضية ملعوبة، يلعب كرة على اليسار وستكون هنا رمية تماس، تغيير لاعب على الأجنب ويلعبها للجانب الآخر من الملعب، وصلت إليه، ينجح في التسديدة في اتجاه المرمى، الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى، يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، لمسة بينية، كرة أرضية، يحاول لعب الكرة بالرأس، بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال. ضغط قوي وينجح في استعادتها، من سيستلم هذه التمريرة الطولية، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه، لويس جوستافو يلعبها طولية، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها، يلعب الكرة إلى الأمام، كرة طولية من الحارس، يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع، يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس، والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. Substitutions taking place. The
الفارو غونزاليس خيبري يلعبها لمنطقة الخطر، يلعب كرة طولية إلى الأمام، الفارو غونزاليس خيبري يرسل كرة إلى الأمام وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. مارتينيز يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام، يحاول تمريرها من بين المدافعين، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية، تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط، لمسة داخل على الطاير، الكرة داخل الشباك، تسديدة رائعة والكرة في الهواء، مهارة غير عادية. جول نمبر 9. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. لويس غوستافو، كرة طولية مباشرة للأمام، مارتينيز يلعب كرة طولية، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. لويس غوستافو خيبري، الفارو غونزاليس، لويس غوستافو خيبري، تمريرة طولية إلى الأمام، يتلقى الكرة كريستيانو رونالدو، مارتينيز يلعبها إلى الأمام، يبحث عن زميله، يبعدونها، لدينا تغيير جديد هنا. Substitution. والكرة تجاوزت الخط هنا. الفارو غونزاليس، لويس غوستافو كرة طويلة للأمام، مارتينيز تلعب الكرة إلى الأمام، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. توليسكا، لويس غوستافو، الفارو غونزاليس، كرة طولية إلى الأمام، مارتينيز يحاول إرسالها بدقة إلى الأمام، يستعيد الكرة مرة أخرى، خيبري
من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ لويس غوستافو، تاليسكا، رونالدو، كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو يلعب كرة للجانب الأيمن، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. بنزا، يجب أن يكون أكثر سرعة في اللعب، محاولة للتدارك في الوقت الأخير. يستعيد الكرة سريعا، فاتت ومرت وصلت إليه، انتهى كل شيء مع حافرة النهاية، يوم للنسيان. الأمر كبير جدا، عميق في نفسية اللاعبين، تجاوز مباراة معقدة صعبة في هذه الليلة والفوز فيها أمر رائع لهؤلاء الشبان. كانت مواجهة فيها ندية كبيرة، كان واضح أن كل فريق درس خصمه بشكل جيد وكان يحاول تقديم كل ما لديه على أرضية هذه المباراة. كانت مواجهة بالفعل مثيرة جدا على أرضية الميدان. هكذا إذا انتهت هذه الأمسية الكروية، انتهى معها تغطيتنا لهذه المباراة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والاهتمام. بهذا الحماس وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزاً من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. And this is now today's lineup. Number 25, David Ospina. Number 21, Alvaro Gonzalez. Cristiano Ronaldo. البداية إذن، يستلم الكرة من الخلف أبو بكر، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. خيبري، ألفارو غونزاليس، لويس غوستافو، خيبري، مارتينيز، لويس غوستافو، يا سلام، كريستيانو رونالدو ينجح في أن يلعب كرة في صنع فرصة رائعة جدا. أبو بكر، عبد الله الخيبري، الكرة ملعوبة إلى الأمام، الآن إمكانية المرتدة، يثبت توازنه، تاليسكا، قد تكون هذه فرصتهم. مارتينيز، مارتينيز،
الكرة اللي كانت مرتفعة قليلا عن الأرض، ولكن أيضا تعامل ممتاز من جانب حارس المرمى. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. وعرضية من يا إلهي، طيران ضربة راس. كريستيانو رونالدو، لويس جوستافو، تاليسكا، ألفارو غونزاليس، لويس جوستافو، تاليسكا. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كريست ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. تسديدة رائعة، الكرة وهي في الهواء مثيرة للإعجاب. الهدف الأول في توقيت مبكر. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. خسر كريستيانو رونالدو، يتسبب في احتساب المخالفة. سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. مارتينيز، لكل من انضم إلينا الآن، هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0. نجحوا في تخليص كل الكرات. يتقدم بقوة كريستيانو رونالدو، بعيدة تماما عن المرمى. الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي. مارتينيز، خيبري، كرة ممتازة، فرصة كريستيانو رونالدو. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. كرة طولية إلى الأمام. كرة
كرة طولية إلى الأمام، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. كرة طولية في المساحة الخالية، موجود إبعاد الكرة، الخيبري فرصة للتسديد. كرة كانت صعبة بالتأكيد، كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. تلعب الكرة إلى الأمام، فرصة هجوم معاكس. ألفارو غونزاليس، ألفارو غونزاليس، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كريستيانو رونالدو، ماذا بعد كل هذا؟ هل تاليسكا؟ مارتينيز يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. يلعبها طويلة، استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون فاعلية تذكر، بدون قدرة على الاختراق. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، كرة طويلة للأمام، يبحث عن زميله، كريستيانو رونالدو. رونالدو، كريستيانو رونالدو يخترق من جهة اليمين، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعب الكرة إلى المنطقة. تاليسكا، مارتينيز يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. مرت الكرة بشكل جميل، يطلق الكرة كريستيانو رونالدو. الآن فرصتهم للمرتدة، بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم. يحاول أن يلعب كرة بينية، لمسة بينية، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. لويس غوستافو، تمريرة بينية تبدو خطيرة، وينجح في استعادة الكرة سريعا. أبو بكر يمر ويلعب كرة بينية، لعبة من بعيد، الكرة للأمام، بنزا يلعب كرة بينية، الكرة ملعوبة من مسافة، كرة طويلة إلى الأمام،
يتعثر ويفقد توازنه. كريستيانو رونالدو لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. كرة طولية إلى الأمام، رونالدو بحاجة إلى تركيز عالي جدا لكي ينجح في اختراق مثل هذا التنظيم للخصم. تمريرة جميل، كريستيانو رونالدو يشتت الكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. There will be 1 minute added time. فاتت ومرت وصلت إليه. كرة طولية من الحارس. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. أبو بكر ربما، وها هي نهاية الشوط الأول. نتيجة لا تعبر عن مزرعة الشوط الأول، كان هناك سيطرة واضحة تماما، تفوق كبير بأتبع الكلمة، لكن الفرص لم تستغل، وبالتالي فإن النتيجة بقيت على 1-0. يبدأ الشوط الثاني من المباراة. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. لويس جوستافو، مارتينيز، كرة جميلة، فرصة للتسديد. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. كريستيانو رونالدو يسدد الكرة المرتدة، تمريرة جميلة، يلعب العرضية، تشتيت الكرة، والآن فرصة للتحول للهجوم. تمريرة قوية أكثر من اللازم، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. الكرة الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. حصلوا على رمية جانبية. يلعب كرة طولية. يقطع الكرة. كرة طويلة للأمام،
يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. أبو بكر، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. وصل تسديدة من أول لمسة. أبو بكر، مارتينيز، كريستيانو رونالدو. يحتسب الحكم ركلة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. الكرة تضرب في القائم وترتد. يا لها من كرة لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. تعود الكرة إليهم مرة أخرى. شوف الباص العالمي، شوف اللمسة. هذه الكرة يا جماعة، هذه المتعة، هذه الكرة التي نحب أن نشاهدها دائما. And he's done it. It's a goal thanks to number 9. النصر السعودي يتقدم بهدفين الآن. يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. تقدم بهدفين، يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ لمسة بينية، يمر يلعب كرة بينية، يلعبها ببراعة. كرة باتجاه المرمى. الله ما أروعك، ينجح في التسجيل. كانت اللمسة الأخيرة تدرس. جول نمبر 6. يواصلون اللعب والمحاولات. أصبح الفارق هدف وحيد الآن. يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى. يلعب كرة طويلة. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ مارتينيز، تح
تحرك جميل، اندفاع إلى الأمام، محاولة خطيرة، تسديدة، تلعب الكرة جميلة، جول. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. It's a goal thanks to number 11. التعادل لا يزال مستمر، يلعبها طولية، تلعب الكرة إلى الأمام، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يلعبها لمنطقة الخطر، يستعيد الكرة مرة أخرى، يسيطر على الكرة، يحاول تمريرها من بين المدافع، كريستيانو، هدف عالمي للنصر. لقد سجل الهدف، قد يكون حاسما بعد ذلك لمصلحتهم. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. يتقدمون في النتيجة بفارق هدف. كرة إلى الأمام، نقل كرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. أبو بكر، كرة طولية إلى الأمام، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. يحاول أن يلعب كرة بينية، يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. هجمة مرتدة الآن، أفقد الخصم التركيز، التوازن، والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. الكرة إلى الأمام، قراءة ممتازة من الدفاع. أبو بكر، لمسة بينية، مرت الكرة، أبو بكر، لويس جوستافو، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، يلعب كرة على اليسار، استلام جميل للكرة، الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة طولية إلى الأمام، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة.
Substitution on the field. Number 10. Coming on the field is number 77. خيبري يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. إمكانية مرتدة الآن. يحاول تمريرها من بين المدافعين في وضعية صحيحة. كرة للخلف غير مقصودة والحارس ينجح في الحصول عليها. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان. تانيسكا لديه الفرصة مرة أخرى. يا إلهي جول! كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. And he's done it. It's a goal. Thanks to number 94. تقدم الآن بفارق هدفين. يتدخل بنجاح يحصل على الكرة. كرة إلى الأمام. أبو بكر. رونالدو. كريستيانو رونالدو. طويلة للأمام. يمر يلعب كرة بين على هل قائم مرة أخرى. يحرم اللاعب من التسجيل. أبو بكر أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. عدت الكرة. الحكم يشير إلى وجود خطأ. ضربة حرة. يحصل عليها أبو بكر. كرة من جهة اليمين. يلعب كرة بينية. انطلاقة مدافع إلى الأمام. تصدي غير عادي من الحارس. يلعبها طولية. تدخل جميل واعتراض أجمل. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. أبو بكر يلعب كرة طويلة. يسعون لاستغلال المساحة الخالية. مارتينيز. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ لمسة بينية. مرت الكرة. ينجح في المرور. يرفع كرة. لويس كوستافو في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح. كرة عرضية.
عرضية لكن يمسكها الحارس. أبو بكر، كريستيانو رونالدو. بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن حققوا الفوز بعد أداء رائع في كل الخطوط. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟ بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ. تشرفت بصحبتكم أحبائي المشاهدين، لتصحبكم السلامة. نتمنى لكم مزيد من المتعة في هذه المباريات وهذه اللعبة الجميلة. I'm afraid to tell you that we're expecting traffic to be heavy after the final whistle today.